أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. شلونكم حبايبي الحلوين؟ وياكم مسألة ومادة القراءة للصف الأول الابتدائي. حنفتح الكتاب على الصفحة 81. درسنا لليوم المحادثة والتعبير المعلمون. شوفوا الصورة الموجودة ماما وياي بالكتاب، شوفوا الأستاذ وشوفوا الطلاب اللي قاعدين بالصف. مثلكم طلاب حلوين شطورين قاعدين آداب الجلوس، ودي يستمعون للأستاذ مالتهم إيش دي يقول، ودي يصغون إليه بأدب واحترام. إحنا مثل ما تعلمنا ماما إنه المس أو الأستاذ الموجود بالمدرسة هو مثل أمنا وأبونا الموجودين بالبيت، يحبونا ويرعونا ويعلمونا ويربونا، ولازم إحنا أيضا نحبهم ونطيعهم ونستمع إلى حديثهم. فمن علمني حرفا ملكني عبدا. ومثل ماما احنا مثل ما تعودنا، يعني اللي ما يعرف يقرأ ويكتب، تذكرون احنا قلنا كأنه يعيش حياته مثل الأعمى، كأنه كل شيء ما دا يشوف، كأنه ماكو نور بالبيت او ماكو نور بالشارع، ما يعرف شي يسوي، كل شيء ما دا يفتهم من الحياة، يعيش حياته مثل الأعمى. فالمعلمون دائما يرشدون إلى الخير والأعمال الصالحة حتى نكون رجال المستقبل ونساء المستقبل ونخدم وطننا وشعبنا. نيجي على درسنا اليوم اللي هو مالك سماكن. حناخذ حرف جديد واللي هو حرف الكاف، اسمه كاف، يلفظ ك ك. خلي نجي نشوف شكله. شكله ماما يشبه حرف احنا ماخذيه، خلي اشوفكم اياه. هذا الحرف تتذكروه هو يا حرف ممتاز، هذا ال، هذا اللام ال، شوفوا يشبه العودة مال الشمسية، يشبه العودة مال الشمسية. نجي على حرفنا لليوم اللي هو هذا، شكله شوفوا تقريبا يشبهه بس اكو فوقه همزة، اكو فوقه همزة. شوفوا الفرق بين ال وبين الك. ال من هنا تصير مثل الطاسة، مثل الطاسة، شوفوها تشبه الطاسة. الك من هنا عدل، عدل، شوفوا شكله، هذا ال هذا ك، وعنده هذا همزة هذا ما عنده همزة. خليني كتب على السطر حتى أشوفكم الفرق بين كتابته. ال ينكتب هيجي مثل الواحد، تنزل طاسة جوال سطر، هذا شنو؟ الك ينكتب مثل الواحد، خط عدل على السطر، نصعد قوس صغير ونحط همزة فوقه. شوفوا ال ينزل جوا السطر، الك ما ينزل جوا السطر، شوفوا هذا الفرق ماما. هذا مثل الطاسة تنزل جوا السطر، وهذا خط عدل وقوس صغير على السطر ينكتب، ما ينزل جوا السطر. شوفوا هذا ينزل هذا ما ينزل. ك ك ك، هذا الك عنده أشكال، خلي نكتبها. نجي نكتب الك الأولي، خلي نشوف شون حكتبه. مثل الاثنين الكبيرة وخط عدل، تشبه علامة الأكبر اللي احنا أخذناها بالرياضيات، اثنين كبيرة وخط عدل على السطر، ك أولي. الك الوسطي عنده إيدينات اثنين، من هاي الجهة إيد مثل الاثنين الكبيرة، ومن هاي الجهة إيد، ك وسطي، ك وسطي. الآخري المتصل حتكون عنده إيد من هاي الجهة، شوفوها هياتها وهاي الهمزة. والآخري المنفصل ينكتب هذه الصورة، شوفوا ماما ما نزل من جوا السطر. ممكن تخطئون بكتابة حرف الك الأولي والوسطي وتكتبوه بهذه الصورة. هاي الكتابة اللي راح أكتبها هسه هاي خطأ ماما، وهسه حقول لكم ليش. ممكن تكتبون الك صغيروني وخط عدل، هذا شوفوه هسه انتو شبين يمكم، بين كأنه ع أولي، هذا غلط، احنا ما يصير نكتبه هيج، لازم نكبر الاثنين، مقلنا يشبه عدد اثنين، يشبه الاثنين وخط عدل، لازم هاي كبيرة من الصغيرة صغيرة كأنهم بينه ع أولي، هذا غلط. ممكن تكتبوه هيجي
قوس ما تكتبوا مثل الاثنين، وهذا شبين هذا همين بين مثل الاولي هذا هم غلط، لازم نكتبه مثل العدد اثنين. شوفوها اثنين وخط عدل، اثنين وخط عدل، لازم هيش نكتبه، ما يصير هيش. والوسطي من اكتبه ما يصير اكتبه هيش، شوفوا مبين كأنه الوسطي معوجة، ما يصير هذي غلط، لازم اكتبه اثنين بها منانة زاوية اثنين. شوفوها لازم هيك، هاي غلط قلنا، لازم هيك. شوفوا هاي الاخطاء اللي ممكن توقعون بيها. نجي على المقاطع، خلي نشوف مقاطع حرف الك شون تنكتب. ك آ كا، شوفوها اثنين كبيرة. ك و كو. ك اي كي. ك اي آخرية كي. كا كو كي. كا كو كي، ويا الحركات خلي نشوف شلون حتنكتب. ك فتحة ك، ك ضمة كو، ك كسرة كي كي، ويا التنوين ك تنوين فتح كن، ك تنوين ضم كون، ك تنوين كسر كن، كن كون كن. نجي على درسنا اليوم اللي هو مالكون سماكن. شوفوا هيات هذا مالكون، شنو يعني سماكن؟ يعني يروح للبحر او البحيرة او النهار يروح يصيد اسماك. شوفوا هيات القارب مالته، هيات الشبكة، وهيات هاي الاسماك اللي صايدها. سماك يصيد الاسماك ويروح يبيعها. شوفوا هيات هذه الاسماك، واحنا كلنا شايفين شكل السمكة شلون. شوفوا هاي السمكة مالتي، شوفوها هاي السمكة اللي هي مالكون يصيدها، مالكون سماكن. خلي نجي نقرأ الدرس وكلكم اشروا وياي. مالكون سماكن، مالكون سماكن يبيع السمكة عند مالك زورق وشباك. شوفوا هذا الزورق وهاي الشباك اللي يصيد بها السمك. عند مالك سمك، ياته هذا السمك مالته. السمك لذيذ، كلتنا ماكلين سمك وكلتنا نعرف انه طعمه لذيذ كلش، وكلش بيه فوائد هواية. السمك لذيذ. نجي على كلمة مالك ونشوفها شلون حتنكتب.